حاطي اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ والله هو في الاول كنت خاطي يعني، لكن بنقول شنو يعني، كل ما تمشي لقدام بتلاقيك مصاحب وتلاقيك حياة. الحمد لله. ولا ربع هدف؟ ولا ربع هدف ولا بيجي اصلا يعني بالغلط؟ لا بيجي بالغلط جانا على طاقة لحياتي كلها ضايعة ضايعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة زي سودا من كل مكان، مرحب بكم وإن شاء الله حلقة جميلة معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف عرفك؟ أحمد فضل الله. أهلا بك يا أحمد. أحمد، سؤال حلقتنا بقول خاتي أهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ والله يعني خاتي حقيق ماشي بيها ولا؟ والله يعني لسه مستمر طبعا. ما استمر طبعا لسه. ليه؟ لا لسه ما زمن لسه عمي. ليه؟ لسه زمن بعيد لسه يعني. زمن بعيد؟ طب يعني في يومك العادي بتقول مثلا انا بكره حامل كده بتعمله ولا؟ والله ما بعمله. والله كده ما بعمله. يعني بس قول. بس هي بتقول يعني؟ هاي سايد بقول. من هي ما في تحقيق. ما في تحقيق، مباشر كده ما في تحقيق مباشر كده. ليه؟ والله. ليه؟ كده بس ما لسه. ما في شيء بيسهل يعني؟ ما في شيء بيسهل. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف بك؟ لؤي مارين حامد حسين. اهلا بك. سؤال حلقتنا بقول خدت اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ والله يا استاذ البلد دي بالذات فيها زمن هدف يا اخي، وضع فوق اهداف، اهدافنا الصفر لسه بنقرا يا استاذ. ما برضه يعني خد اهدافك بالنسبه للمستقبل ولا كده؟ لاي شيء ليومك عاد. والله يا استاذ اول يوم الواحد يمشي الدراسه ويجي بس الوضع كله كده اليوم؟ كده بس عيد اليوم منتهي كده بس. الله يا الجمعه السبت بنقضيها معاكم في توتينا. بس والله ابي موضوع ثاني. السودان ده يا اخي حتى محلم الناس كلها استاذ. ربنا يصلح حالك. ربنا يصلح الحال. اي امين يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تعرف بك؟ محمد البصري. محمد علي. اهلا بك يا محمد. محمد، سؤال حلقتنا بقول خدت اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ خدت اهداف لحياتي. كيف ما خدت لها هدف؟ وبتعمل بيها؟ اي اعمل بيها الحاجه اللي انا دايرها اقدر اعملها بعملها، وهدف في راسي انا اقدر اعمل وبعمل ان شاء الله يعني. في اليوم كان في اليوم كان ما في اليوم ما مشكله، لو سخرت في يوم خلاص ما سخرت تسخر اليوم الثاني عادي ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بك؟ اسراء عماد. اهلا بك يا اسراء. اسراء، سؤال حلقتنا بقول خدت اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ خدت. شنو يعني؟ عايزه اكون يعني مهندسه كبيره وكده ان شاء الله. ربنا يسهل لك ان شاء الله. وثاني في يومك العادي لما تخطي هذا بتعمليه ولا ساي؟ يعني بعد مرات بعمله بعد مرات ما بعمله. وبتعملي ليه؟ ساي بس يعني المشغوليات. اي ربنا يسهل ان شاء الله. عليك السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تعرف بك؟ مصطفى الزبير احمد. اهلا بك يا مصطفى. مصطفى، سؤال حلقتنا بقول خدت اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ والله عندي اهداف الحمد لله. وبتعمل بيها؟ اي ان شاء الله. ما في احلام وفي اهداف. الله الاهداف دي جزء من الاحلام يعني، هي الخطوات اللي بتوصلك لحلمك يعني. صح. يعني تعمل بيها ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نتعرف بك؟ اسامه. اهلا بك يا اسامه. اسامه، سؤال حلقتنا بقول خدت اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ والله هو في الاول كنت خدت يعني، لكن بنقول شنو يعني، كل ما تمشي لقدام بتلاقيك مصايب وتلاقيك حياه. الحمد لله. بس تتجاوز المصايب دي عشان تواصل فيها؟ والله في حالات بتتجاوز يعني، في حالات ما بتتجاوز يعني. هسه الاوضاع زي الاوضاع اللي لسه مر بينا دي، غايته ربنا يصلح الحال ساي. لكن ما اظن انها تعدي. لا ما في شيء مستحيل ان شاء الله. ربنا يسهل. دي ما مقوله نحن بنقولها، نحن ما في شيء مستحيل، لكن هو في مستحيل. منين بيجي المستحيل ده؟ والله ما بعرفه، لكن غايته ربنا يسهل ان شاء الله. تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بك؟ عبد الرحيم. اهلا بك يا عبد الرحيم. عبد الرحيم، سؤال حلقتنا بقول خدت اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ خدت اهداف في حياتي طبعا، ما كنت اصلا اكون ماشي ساي. بنحقق فيها؟ بنحقق فيها الحمد لله ماشي كويس. شنو اهدافك؟ لا اهدافي اول حاجه كان يعني النجاح، الحمد لله حققته. الحمد لله. الحمد لله والف مبروك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بك؟ حسين ضفع الله. اهلا بك يا حسين. حسين، سؤال حلقتنا بقول خدت اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ خدت اهداف كثيره طبعا،
بس اوضاع البلد وكذا ما بقدر احققها. ان شاء الله ربنا يسهل الا تستغير البلد. ان شاء الله ربنا يسهل كل شيء ان شاء الله يا رب. زي شنو اهدافك؟ والله اهدافي عايز ابقى اكبر محامي، وثاني حاجه لو البلد استقرت بشتغل هنا، لو ما استقرت حابب اطلع برا. ان شاء الله ربنا يسهل لك كل حاجه. ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. نتعرف بك حتى نتعرف من رحمه الغرزه. اهلا بك. سؤال حلقتنا بقول خدتي اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ نعم. خدتي اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ ماشي ساي والله. لا لا ليه؟ الدنيا بعد منها غير الدنيا غير المشي ساي، ما في اي حاجه غير. ما خدت اي شيء؟ ولا فكرت في يوم انك يعني تخط هدف عشان تصلح بيه؟ لا ابدا. النهاية نهائي نهائي اف. ولا ربع هدف ولا ربع هدف ولا بيجي اصلا يعني بالغلط؟ لا بيجي بالغلط انا ما بيجي لكن على الطاقه لا حاجه كلها ضايعه ضايعه. لا يا اخي خلاص هي لو ضايعه انت مفروض تصلحها. صلحها كيف كده؟ صلحت يا دحاله عادي. لا تمام مصلحه طلع. لا سهرين هذا ما بتصلح كله كله غير ما حاولنا فيها بتصلح. لا لا ما في شيء مستحيل، حاول لسه حاولنا كويس. هلا غايت ربنا بس حواله بس يصلحها لي، لكن انا غايت من انا برايا ما اقدر اصلحها والله. طيب والله نهائي والله ما اقدر اصلحها. مو كده طيب ما صلحها لي تمام مالك؟ انا كان صلحت حالي. ها؟ كان صلحت حالي. انت حالك طيب حالي ما تصلحها صلحها صلح حالي انا؟ ما انا قاعد اصلح بحالي بعد ما اتم وبصلح. لا انا بصلح انت حالك اصلح حالي ان شاء الله. خلاص عزيزة ارجعني ان شاء الله. تعرف بك؟ الله يسلمك. بيك. سؤال حلقتنا بقول خدت اهداف لحياتك ولا ماشي ساي؟ والله يا اخي في اهداف ان شاء الله تحقق فيها؟ والله متحقق ان شاء الله. شنو؟ والله يا اخي اول بدل الزواج اول ان شاء الله. ايوه عن قريب ذاته بعد اسبوعين ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك قدم ان شاء الله لا يديك العافيه. الله يسلمك. الله يسلمك. ده الهدف الوحيد؟ والله الهدف الوحيد زي ما قال الحيو، لكن بعد السودان ذاته بعد ذاك كثير يعني. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل.